إن شاء الله بطولة باللون الأحمر بننتظرها ومصدقين. قادرين؟ أيوة قادرين، كلنا مصدقين إن إحنا قادرين. إعلام النادي الأهلي، إدارة النادي الأهلي، لاعبي النادي الأهلي، مدرب النادي الأهلي، والأهم أنتوا، كلنا واثقين، كلنا مصدقين، كلنا عارفين إن الأهلي قادر. لو النادي الأهلي مش هو اللي قادر يعملها في مركب محمد الخامس بكرة، ومش هو اللي قادر يرجع بالكاس، يبقى مين يقدر؟ نادي الأهلي بكرة فصل جديد من فصول التاريخ، الناس كلها عندها ثقة. اتحول بعد المباراة، يمكن كان في مشاعر مختلطة على الناس بسبب توقيت الهدف اللي استقبله النادي الأهلي، ولكن بعدها ومع الوقت حالة جماعية عند الكل، كل الناس مصدقة، كل الناس حاسة إن النادي الأهلي هو بتاع الأيام دي، النادي الأهلي بتاع اللحظات دي. تاريخك بيقول كده، عندك اللي تراهن عليه أكتر من أي حد. لو هنحط رهاناتك في كفة وتاريخك في كفة قصاد رهانات أي حد، أي حد حرفيا، هتبقى رهاناتك أنت الأكبر، رهاناتك أنت اللي تصدقها أكتر. الفريق ده والنادي ده وتركيب التاريخ النادي الأهلي دي هي اللي بتقولك كده، بتقولك إن في 82 وأنت بتروح تلعب أشانتي كوتوكو في معقل قبائل الأشانتي، وما أدراك ما أشانتي كوتوكو وظروف المباراة وملابساتها والحالات اللي مرت بيها اللعيبة، وتسمع من كابتن إكرامي وتسمع من كابتن محمود الخطيب وتسمع من كل الجيل اللي كان موجود في 82، تسمع منه الأحداث كانت عاملة إزاي وانت مسافر غانا. ولكن رجعت باللقب، رجعت باللقب لأنك انت النادي الأهلي، ورفعت كأسك الأولى في قلب كوتوكو قدام كل الجمهور الغاني. بعد كده اتكرر المشهد معاك في 2006، وانت لحظة كتير من الناس بيعتقدوا ان انت ما تقدرش، كان في ناس في ظروف اسوأ من دلوقتي بعد التعادل مع الصفاقسي في المباراة الاولى قالوا الاهلي ما يقدرش، قالوا انه صعب جدا فريق طالع عليك اول مجموعة، والصفاقسي في الوقت ده كان اول مجموعتك في 2006، صفاقسي في الوقت ده كسبك في تونس في دور المجموعات، كانت الناس شايفة كده، بس انت كنت شايف غير، كان جمهورك شايف غير، كنت شايف انك لما دخلت رادس في حضور 50,000 مشجع والاستاد عن اخره وتيفو او دخله معموله فيها اللاعب رقم 22 من فريقك وهو تريكا بيسلم الكاس لملك صفاقس، كان عندك قرار ان لا، النهارده لا، النهارده هترجع بالكاس. وعملت ايه؟ رجعت بالكاس عشان كنت مصدق وعشان كنت قد الحدث. 2008 في جروه رجعت من الكاميرون بالكاس، 2012 في مباراة ظروفها أصعب من دلوقتي وأيضا متعادل هنا، وبتروح وفي قلب رادس بتقدم مباراة للتاريخ، مباراة للتاريخ، جد ووليد سليمان وكل الجيل اللي كان موجود، ومباراة تاريخية الكابتن حسام غالي وكل اللاعبين، وقدرت ترجع بالكاس لأن ده تاريخك. المرة دي أنت في ظرف أفضل بكتير، أنت في ظرف أهم بكتير، في ظرف مختلف من حيث النتيجة، أنت رايح كسبان، رايح وقادر ومصدق، والفوارق الفنية في الملعب كانت بتقول إنك قادر، أنت رايح ترجع بالكاس، كلنا مصدقين ده، وكلنا واثقين في ده، وكلنا ما بنقولش ده للاستهلاك الإعلامي، كلنا بنقول إن إحنا مصدقين، مصدقين إن قدرنا البطل، قدرك إن أنت في آخر 7 سنين في النهائي 6 مرات، قدرك إن أنت في النهائي الرابع على التوالي، مين زيك؟ البعض بينجح نجاح مؤقت، البعض فريقهم بيودع دور المجموعات 3 سنين وجمهوره كل سنة في النهائي، إنما أنت الوحيد اللي كل سنة بتكتب واقع، أنت الوحيد اللي كل سنة بتعمل تاريخ، أنت الوحيد اللي بتفتخر باللي عندك أنت مش اللي عند غيرك. عشان كده متأكدين إن شاء الله بكرة هنعمل اللي علينا، ولو عملنا اللي علينا وروح النادي الأهلي موجودة هنرجع إن شاء الله بالكاس يا أسامة.